لوحة فنية أبدع فيها الخالق هي تغيت، جوهرة الجنوب الغربي الجزائري، مزجت بين واحاتها وكثبانها وقصورها العتيقة، فهي تأسر كل زائر لها. هؤلاء السياح الجزائريين والأجانب اختاروا مدينة تغيت كوجهة سياحية. من ولاية وهران جينا لهذه تغيت، جينا نديكوفرو بولا بروميير فوا مدينة تغيت، ايوا عجبتنا مي خاصها شويه دعم. الحمد لله رانا نشوفوا الناس راهم سون ساتيسفي، الحمد لله راهم فرحانين عجبهم الحال. عندنا الطلبات راهي كل عام تزيد الحمد لله، مي عندنا النقائص من جهه وحده وهي الطلبات راهي تزيد والخدمه بقات هي، بالتالي احنا نطلبوا من السلطات هادو ما يزيدوا يعاونونا باش نزيدوا نزيدوا نجيبوا عدد من السياح لهنايا. مشكل ما بين حنا ما دابينا سلطات اللي تساعدنا، حنا ما ديمونديوش لي زوتيل تاع 4 ايطوال ولا 5 ايطوال، ميزون دوتو بيان دي زوتيل 3 ايطوال 2 ايطوال، هادو ما يساعدونا باش نزيدو ان شاء الله نجيبو سياح العام الجاي ان شاء الله. استثمار السياحة الصحراوية في الجزائر يعد من بين الحلول الأساسية للنهوض بقطاع السياحة، خصوصا لما تعرفه من إقبال للسواح من داخل وخارج الوطن ليوفر مداخل لخزينة الدولة، إذ ما تم استغلال السياحة الصحراوية